نرحب أولاً بمدرسة سدود الإعدادية من محافظة المنوفية. رحبوا بقى معايا دلوقتي بمدرسة جنوب سيناء، مدرسة الشهيد عمرو شكري من جنوب سيناء. يلا نشوف المنوفية وجنوب سيناء هيعملوا ايه، ومين فيهم هيبقى اشطر، وانهي فرقة بنات اللي هتقدر تحسم الماتش ده في الدور الثاني من مسابقة الاوائل. طبعا انتوا عارفين قواعد المسابقة. المسابقة بتنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحزب مستقبل وطن، وعارفين قواعد وشروط المسابقة واستعرضناها على مدار الدور التمهيدي. عايزين بقى نخش في الجد. نبدأ بسؤال السرعة. ما هو الحيوان الأكثر تحملاً للعطش؟ ندوس على البز. الجمل. الجمل إجابة صحيحة. هنبدأ في أسئلة المسابقة العلمية. أول سؤال هيروح لجنوب سيناء بما أنهم جاوبوا على السؤال السرعة. السؤال بيقول، بنات مركزين ومالك لبسة النضارة؟ دي علامة الجدية. يلا نسمع السؤال. حضارة مصر أجمل حضارة. إعراب ما فوق الخط، الخط تحت كلمة حضارة التانية. حضارة مصر أجمل حضارة. مطلوب إعراب كلمة حضارة التانية. تمييز، نعت، مضاف إليه، أو خبر. هنركز احنا كمان يا سدود في السؤال. ال 30 ثانية هي هنا وهي كمان ليكوا عشان تقدروا تجاوبوا على السؤال لو هم ما عرفوش. الوقت بيمر. أول سؤال في المسابقة بخمس درجات. مضاف إليه. ملك بتقول مضاف إليه، بس كنت سامعاكي عمالة تسألي ميادة. اشمعنى بقى ميادة؟ لا احنا بنتشاور كلنا. طب دي الإجابة النموذجية برضو. اشمعنى ميادة؟ عشان ميادة ما قالتش رأيها من أول ما ابتدينا، يعني البنات كلهم اتكلموا، فحبيت برضو أخد رأيها إن احنا كلنا نبقى متفقين على إجابة عشان تخلي مسؤوليتك لو الإجابة غلط. بإذن الله صح. كلهم بإذن الله كانوا أصحاب نفس الرأي، لكن هي الإجابة صح. خمس درجات مع جنوب سيناء. وهنروح للسؤال الثاني في العربي مع مدرسة سدود. السؤال بيقول، اسم المفعول من الفعل هاب هو مهاب، ميهوب، مهيوب، أو مهيب. أربع اختيارات والوقت بدأ. الوقت لسدود وهو كمان للشهيد عمرو شكري. 30 ثانية زمن الإجابة على السؤال ده. جنوب سيناء أخدوا خمس درجات، أول خمس درجات في الماتش. سدود عندهم إجابة. منا مهيب. بس منا بفكرك، أنت كان معاكي وقت، كان معاكي كمان وسائل مساعدة الاستعانة بالفريق الاحتياطي. إن شاء الله صح. أول خمس درجات في الماتش بالنسبة لكم، مش عايزين نخسرهم. هنخش الدراسات بقلب جامد ومعانا خمس درجات. التعادل هو سيد الموقف. خمس درجات لسدود وخمس درجات للشهيد عمرو شكري.